الأولاد يعني مضغوطين شوي، هيش الدار مش إلهم، أجوا على بيت دار عمهم يعني، وتعود الواحد على البيت هباك يعني، بتيجي صعبة أولها، بعدين عادي يعني متأقلم، إن شاء الله متأقلم، والله بيعطيها دار أحسن منها. أنا وياها صحته أحسن من الدور، من بقول لك الله بيعطينا دار أحسن منها أنا وياها يعني، صحته الحمد لله إنهم ما طخوا ولا إشي، وحصحته مسكوه أحسن من المصاري كلها ومن الدور كلياتها بتغنى. الواحد يقعد بغرفتين ومطبخ مستور، ولا بده الدور كلياتها، بس المهم صحته تبقى مليحة. أبو الساجد لما طلع هاي وكان بهاي العملية، قام وهو بدافع شخصي هون من دون أي معرفة مسبقة لدينا، والحمد لله إحنا مآمنين باللي هو اختاره، وإحنا الحمد لله راضيين باللي هو قام فيه، وربنا اللي كاتبه إحنا راضيين فيه والحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة للبيت يهدوه إحنا هذا ما بأثر علينا، إحنا المهم عنا أبو ساجد إنه يطلع سالم معافى الحمد لله رب العالمين، وهو اللي اختار هذا الطريق، والله يوفقه ويسر أمره ويرجعه سالم يا الله. كان بيحة وكويسة وجبار إن شاء الله، وتصبر إن شاء الله بتربيهم أحسن تربية، وبروحوا على المدرسة وبصيروا أفضل الأولاد، وبتعلموا وبصيروا دكاترة ومهندسين، بصير دكتور وما يعمل محامي عشان تتابع عن أبوها. ليش أصير؟ وإنت؟ عالم آثار. عالم آثار، طب ونصر الله شو تصير؟ مهندس؟ بيصل لي الدار أحسن منها إن شاء الله. آمين رب العالمين، إحنا وياها إن شاء الله، الله بيصل لنا دار أحسن منها. الله رب العالمين، الله عطاه ودى قدر ودى، لا إله إلا الله.